أهلا وسهلا مشاهدينا، نواصل صباحاتنا الندية برفقتكم. نبتدر سلسلة عافية الآن، والجهاز العصبي يرتبط ارتباط رئيس بكل وظائف الجسم. وفي هذه المحطة من عافية حنتحدث عن الإصابات، وفي إصابات بتحدث من الحوادث في الحياة بقضاء الله وقدره، وفي حوادث نتاج لكثير من التفاصيل. ونحن للأسف عندنا ثقافة إنه كل ما يحصل أو تحصل مشكلة للدماغ إذا كان في نزيف منزور الطبيب مباشرة، وإذا كان ما في نزيف منلجأ للعلاجات التقليدية بفهم إنه شدة وزول، فإذا تمدد الأمر بيكون عنده عواقب تانية بالنسبة للمريض. إذن هي دعوة لزيارة المريض في المقام الأول، ودعوة لتشخيص الإصابات بشكلها الصحيح لمنازلة الطبيب. نتابع عافية ونعود من جديد مشاهدينا. نتكلم شوية عن اضطرابات العمود الجهاز العصبي وأمراض النخاع الشوكي، اللي هي بتكون يعني ممكن تبدأ من الآلام، اضطرابات الإحساس كلها، إذا كانت عندها علاقة بالنظر، إذا كان عندها علاقة بالسمع، إذا كان عندها علاقة بالتذوق كويس. لأنه أساساً الجهاز العصبي بيتكون من جهاز مركزي وجهاز عصبي طرفي، فكل حاجات بتدي مدلولات من ناحية أعراض وشواهد. فالألم ممكن يكون، عدم الاستقرار، القلق، ده كلها ممكن تكون جزء من اضطرابات الجهاز العصبي. الشيء الثاني يعني احنا بنتكلم عليه هو اللي هو ممكن يكون بعد ذاك ننزل الإحساس، يعني عدم التوازن الحركي، الوخز، التنميل، الآلام بشقيها، يعني إذا كانت ما يخص الإحساس برضو، ده برضو بيخش في موضوع اضطرابات الجهاز العصبي. من ناحية طرفية، اختلال مثلا اختلال الحركة، عدم التوازن، الشلل، دي كلها بتخش في احتلالات النخاع الشوكي. ممكن برضو يكون عنده حياته اللي هي تبدأ من عدم الاتزان، أو حي الألم، عدم الاتزان الحركي، الشلل، يعني ممكن من جانب واحد أو جانبين، يعني تقلص العضلات، الحركات اللا إرادية، دي كلها بتخش في مدلولات أو في شواهد وأعراض الجهاز العصبي. قد نكون نسينا حاجة مهمة جدا اللي هي قد نتكلم عنها في حلقات قادمة، هو ما يخص الموضوع بتاع الصداع وكمية من المتلازمات اللي عندها علاقة بالصداع وأنواعه وحاجاته كلها. فدي كلها بتخش في احتلالات الجهاز العصبي. الدوخة، يعني نرجع لكم بشوية تفصيل، إنه كل الأعضاء الحسية من نظر لسمع لتذوق كلها هي تحصل فيها الحاجات دي. لما نيجي نتكلم برضو عن الحبل الشوكي أو احتلالات، ممكن تبدأ من مشاكل ممكن تكون أساساً خلقية عندنا في الأطفال، الإصابة الأنبوب النخاعي والقلل المائية.